كابتن، يعني انا بقالي كتير ما شفتش حضرتك، فخليني ابارك لك طبعا بالفوز بالدوري وهذا المستوى والاداء الرائع اللي بيقدمه النادي الاهلي خلال هذه الفتره. طبعا الف مبروك للنادي الاهلي. احنا بنقول البطوله الخامسه، يعني لو تبص كده يا اسلام هتلاقي ان الموسم ده اللي هو موسم 22 23 انا بشوف موسم مميز في تاريخ النادي الاهلي. يعني من 1907 لحد يومنا هذا ما حصلش ان النادي الاهلي حقق بطولات بالكم ده، صحيح، وبالجمال ده وبالاداء ده وبالتكاتف ده وبالحب ده. ده بيرجع هنرجع بقى لتاريخنا الاولاني اللي هو تاريخ النادي الاهلي 1907. هتلاقي ان كل القيادات اللي كانت بتدير النادي الاهلي في خلال هذه المراحل او المرحله دي بالذات وبعديها المراحل الاخرى، كل الناس بصراحه اسلام كانت سبع عصرها، كل الناس صحيح كانت عندها فكر عالي جدا، فكر ازاي يكبر المؤسسه دي، ازاي يحقق انجاز المؤسسه دي. فالناس كانت بتجتهد بشكل كبير جدا، وده الجمال اللي موجود في مجالس اداره النادي الاهلي. لو هنتكلم على ضلع ضلع مجالس اداره النادي الاهلي من 1907 لحد توليه الكابتن محمود الخطيب، تلاقي اسلام كل واحد حط طوبه وحط بذره وحط بصمه على تاريخ النادي الاهلي لحد ما المؤسسه كبرت بهذا الشكل وبقت من ضمن المؤسسات اللي تقدر تقول يعني من اكبر المؤسسات الموجوده في افريقيا والعالم العربي. صحيح. وبالذات السنه دي طبعا بحيي مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب على الضغوطات اللي عاشوها خلال الفترات السابقه اللي كان فيها اخفاق، ويعني الكلام اللي كان بيتقال بيتشكك في قدراتهم الاداريه والفنيه، لكن طبعا كان عندهم صبر ومصابره، وده بيرجع اسلام يمكن الخبرات اللي هم اكتسبوها بشكل كبير من الناحيه الاداريه ومن الناحيه الفنيه. يعني عارفين ان بيحصل للمؤسسات الكبيره دي بيحصل دروب حتى على مستوى العالم، لكن قوه هذه المؤسسه بتقدر تتكاتف مره تانية وبترجع لمكانتها الطبيعيه. فالضلع بتاع مجلس الاداره ده بنحييه من خلال برنامجك، وبنقول لهم الصبر والمصابره والتكاتف اللي انتم كنتوا موجودين عليه والرهان اللي انتم رهنتوا عليه خلال الفتره اللي فاتت، بحييكم وفعلا كسبتوا الرهان واثبتوا للناس ان فعلا من المؤسسات الكبيره دي من غير اداره محترمه صعب جدا ان انت تقدر تمشي للامام وتقدر تحقق طموحاتك. الاضلاع الثانيه بقى طبعا مستر كولر واختيار لجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب في توقيت اسلام مهم جدا، كان انك انت تختار الرجل المناسب في المكان المناسب رجل المرحله. فاحنا يعني كان رؤيه الكابتن محمود الخطيب ان الرجل ده هو رجل المرحله للجيل الحالي الجميل العظيم ده، والحمد لله الراجل بصراحه يعني اثبت جدارته، اثبت ذكائه، اثبت اداؤه وحبه للمهنه واصراره. انا فاكر كان ليه مقوله ان هو جاي يعمل تاريخ ليه لنفسه اولا ثم للمؤسسه اللي هو شغال من خلالها طبعا، ومساعده الجهاز المعاون اللي موجود معاه. اللعيبه مهما اتكلمنا بقى الضلع الثالث، اللعيبه اسلام اللي تهاجمت بشكل كبير جدا وتشككت في قدراتها، النهارده بتثبت للعالم كله ان هم لعيبه مميزه وان جيل من افضل الاجيال اللي مرت على تاريخ النادي الاهلي، بيحققوا حاجه جميله جدا، خمس بطولات في 7 8 اشهر، فعلا يعني حاجه بتحسب ليهم، تحسب لادائهم واخلاصهم وحبهم لناديهم وحبهم للمؤسسه اللي هم بينتموا اليها. الضلع الرابع طبعا جماهيرنا العظيمه، جمهور النادي الاهلي اللي بيشاركنا في جميع البطولات من 1907 لحد يومنا هذا، اللي هو يمكن ربنا ثم جمهور النادي الاهلي العظيم اللي صبع تاريخنا وتاريخ كل الاجيال دي، بنقول له الف الف مبروك. من حقك انك انت تفرح، ومن حقك انك انت يكون عندك مؤسسه كبيره مشرفاك في كل مكان، وان شاء الله باذن الله للامام خلال طبعا البطولات المتبقيه البطولتين او الثلاثه القادمتين ان شاء الله.